فريق القوة الجوية العراقية كان في ضيافة اتحاد العاصمة الجزائري في الدور 32 لبطولة الأندية العربية في الملعب الشهير 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية. مباراة الإياب الفريق العراقي متأخر بهدفين وكان خسران مباراة الذهاب، وجات الدقيقة 72 وكعادة الجماهير الجزائرية الغير منفصلة إطلاقا عن واقعها ومحيطها والمهمومة بأمتها دائما، تعالت هتافات بعض الجماهير وإطلاق شماخيخ كثيف والجو اتكهرب. الشماريخ مشهد معتاد لمن زار ملعب 5 يوليو خصوصا او الملاعب الجزائرية، وقد زرتها 5 يوليو وغيرها، عجباك او مش عجباك هي طقس رئيس في التشجيع الجزائري. الهتاف لكان لفلسطين والهتاف الله اكبر الله اكبر صدام حسين، ولعت الدنيا. الفريق العراقي لف الملعب بعلم بلاده، وبعدين قرر الانسحاب اعتراضا على ما أسماه الهتافات العنصرية. الانسحاب لم يضف شيئا لنتيجة المباراة اللي كانت محسومة، لكنه خلف سحابة كبيرة من التراشق بين الشعبين العريقين. عشرات الشهادات من الجماهير الجزائرية تؤكد أننا هتفنا لفلسطين ولا نقصد إساءة، فقط نحب صدام. الخارجية العراقية استدعت سفير الجزائر لدى بغداد وأبلغته أنها اعتبرت الهتافات مسيئة إلى عمق العلاقات الجزائرية العراقية. الشعب العراقي حزين للهتاف لصدام وما رآه أنه هتافات طائفية. أكثر ما يحز في نفسي أننا نرى أجواء مباراة مصر والجزائر والعياذ بالله الكريهة والتي ندعو رب الكون ألا يعيدها مرة أخرى بين الأشقاء. مباراة مصر والجزائر كانت درسا قاسيا مش بس لمصر والجزائر، للأمة كلها. الطريق لجهنم مفروش بالنوايا الحسنة. الجزائريون مخلصون حماسيون محبون لأمتهم ودينهم وأشقائهم، وهو ما يستلزم تدقيقا أكبر فيما يقال لكي لا يجرح الأشقاء، هكذا قدر الكبار. لا يعنيني هنا محبي صدام وكارهي صدام، شيعة وسنة. لا يعنيني من يرى صدام زعيما مخلصا خانه أشقاؤه أو دكتاتورا دمويا أوصل بلادي إلى ما هي فيه بعد أن خنقها. لا يعنيني تفسيرا من عينة أصله كان حسن النية زي عبد الناصر، أو رأيا مضادا بأن حسن النية لا يكفي فقد دمر عبد الناصر وصدام الأمة بالدكتاتورية وحكم الفرد المطلق والعياذ بالله. ما يعنيني الشعوب واللي هم في الأصل شعبا واحدا. أنا مهتم فعلا بأننا نؤمن كلنا بالحرية، أن نصبح أحرارا من محيطنا لخالقنا. فالأحرار بكل احترام هم من يصنعون المجد وليس العبيد. الحرية قوة هائلة تدفع الأمة للأمام، والمؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف. في اختلافنا وطبيعي أن نختلف، لا نهون ولا نهول، ونتلمس دائما ما يحافظ على الأخوة. الشعب العراقي وقف موقفا تاريخيا وأخويا ودينيا مع الثورة الجزائرية. الشعب العراقي لم يقف بس بالقلب بل بالسلاح وأي سلاح. والشعب الجزائري، الشعب الجزائري يتمزق في كل لحظة لكل صرخة ألم تصدر من بلاد الرافدين، وعلى استعداد أن يفدي العراق وأهله بدمه قبل ماله. محمد الأمين زماموش حارس اتحاد العاصمة وكابتن الفريق يمثلني عندما اتخذ كقائد موقفا يدرك تماما الخطر ويحرص على إطفاء نار الفتنة. زماموش وقف كما يقف الرجال. نطلب من أصل اتحاد العاصمة مش يحاولوا يديروا الأمور هذه، راهي أمور رياضية ما يخرج عن نطاق الرياضة. الشيء اللي داروه شيء سلبي، احنا رانا فايزين 2-0 هم الأنصار، كانت كما يقول لك لومبيونس كانت مليحة بلوغين. إن شاء الله ينسوا هذه الأمور السياسية خاصة مع الإخوة الأشقاء العراقيين، ولا من البعثة العراقية نقول لهم احنا متأسفين الأمور هذه اللي صارت. لا ننسى نطلب الاعتذار بصفتي قائد فريق وأيضا مناصر أمام لاعب فريق اتحاد العاصمة. زماموش هنا يمثل الجزائر ليس وحده. إخوتكم أغلى وأهلى وأهم من كل شيء فلا تحزنوا، هكذا عبر قائد اتحاد العاصمة، وهكذا هي، فقد قضي الأمر. اعتذرنا للجميع. الشعب الجزائري والشعب العراقي عدونا واحد، الصهاينة وأولى القبلتين القدس هي قبلتنا.
العراق فيها مظاهرات ضخمة في أغنى محافظة في العالم البصرة، وهناك بتفليقة في الجزائر، والذي يريد الجنرالات إعادة استحلابه في فترة رئاسية جديدة. فلا تجعلوا الشياطين تأخذكم بعيدا عما يحاك بكم في العراق والجزائر. الشعب الجزائري والعراقي حنانيكم، فجسد الأمة والذي نفسي بيده لا يحتمل جراحا جديدة. الله غالب.